اول جهاز جوال بشاشه 4K يدعم الاتش دي ار في العالم. خليكم معنا. سوني ترجع لنا بجوال اكسبيريا اكس زد بريميوم، واللي يعتبر اعلى فئه لها، ونفس التصميم المعهود. الجوال مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للكسر والخدوش، وشكل الجوال انيق، وفي طبقه زجاجيه من الخلف تعطي احساس الفخامه، وتستخدم مثل المرايه. والشاشه حجمها 5.5 انش، والمميز فيها انها تعتبر اول شاشه جوال تعرض دقه 4K وتقنيه HDR، وهذه خليها ممتازه جدا لمشاهده الافلام اللي تدعم تقنيه HDR مثل تكون موجوده على نتفليكس. وفيها كاميرا خلفيه دقتها 19 ميجا بكسل، وتمتاز بخاصيه التصوير البطيء فصل تقنيه الموشن اي، وهذا يخليها تصور حتى 960 اطار في الثانيه. اما الكاميرا الاماميه فدقتها 13 ميجا بكسل، وتكون مناسبه لتصوير السيلفي. وفيها سماعتين خارجيه تعطيك صوت محيطي لمقطوعاتك بفضل تقنيه اس فورس، وايضا تدعم تقنيه هايرس اوديو، واللي تمكنك انك تسمع مقطوعاتك الموسيقيه بانقى وضوح ممكن. وحجم البطاريه 3230 ميلي امبير، وهذا يمكنك انك تلعب العابك المفضله او تستخدم الجوال وانت مرتاح البال. وفيه حساس البصمة مدموج مع زر التشغيل وسريع الاستجابة. والجهاز حصل على تقييم IP68، واللي تمكنه انه يكون تحت الماء بعمق متر لمدة نص ساعة، وايضا يكون مضاد للغبار. اما الحين نترككم مع اهم مواصفات الجهاز. جوال اكسبيريا اكس زد بريميوم متوفر حاليا في فروع مكتبة جرير، وايضا على متجر جرير.com. شكرا المتابعة، مع السلامة.